الموسيقى غذاء الروح، الإبداع تميز، الطلة الحلوة، الثقة، الحضور، كل هاد مشاهدينا ضمن برنامجكم نادي أوغاريت. تسلم هالأنامل الحلوة والجميلة، مثل ما سمعنا مشاهدينا ومثل ما شفنا هيدا الإبداع، سواء كان بالعزف على العود وعلى الكمان. أكيد ضيوف حلقتي لهاليوم رهف، أهلا وسهلا فيك رهف، عازف الكمان. كمان علي، أهلا وسهلا فيك علي، عازف على العود. يعني عم نشوف بصمة إبداع، عم نشوف بصمة تميز، ليس فقط في برنامجنا. يعني هلأ أنا عم بمدح بالبرنامج والضيوف اللي عم يجوا ضمن هيدا البرنامج، ولكن لا، في روح حلوة، في تناغم بينك وبين رهف. هلأ كل واحد بدي يحكي لي عن هيدي الموهبة وأيمت بلشت معه وكيف صقل لهيدي الموهبة ليوصل لمرحلة التميز والإبداع. من عندك علي. أولا بشكرك على البرنامج الحلو. أهلا وسهلا فيك، أنا بشكر حضوركم. الله يسلمك يا رب. هلأ بلشت الموهبة وقت كنا صغار مصف الثالث، وتنمت مع عازفين. اكيد بلشنا بمعهد نحن تناخد اول شيء كفكره عامه، بعدين تنمت هذه الموهبه من خلال رفقاتها بنفس الاله او من خلال اساتذه ثانيه، وضمينا لفرق عديده واشتغلنا اكثر من حفل، كان الحمد لله ناجح ورائع جدا. حلو. وحاليا هلا نحن مع فرقه كورال شبيبة اتحاد شبيبة الثورة. حلو. ضمن استاذ احمد وجهله تحية على المبارك الحلو، ولحد الان احنا نشتغل معه ونقدم شيء رائع جدا. حلو. رهف انت كيف بلشت، نفس الشيء مع علي ولا لا في خطواتك مختلفة؟ هلا انا بتذكر انه كنت بصف الخامس وقتها بلشت الازمة، هيك حسنا حالنا كتير بحاجة نفرغ طاقتنا، وانا اساسا كنت كتير بحب الموسيقى، فحكيت ماما قلت لها انا بدي اتفرغ هيدي الطاقات بشيء ايجابي، نختار الاله. حلو. ليش اخترت الكمان رهف؟ بحس انه هيك اي اختيار شخصي من عندك ولا في حدا شجعك عليه؟ لا انا كنت حابه اتعلم الكمان. هو بتحسه هيك بانامل المراه لطيف، بيعطي شيء من الانثوي. حلو. عادي يعني اي شخص بحياته في تميز، مثل ما حكينا ببدايه في ابداع، في حضور. يعني انت بتحس حالك بايمت من وجد علي عنده هيدي هيدي المعايير عند اي حدا عنده موهبه؟ اكيد لك، كل واحد اكيد هو شخصيته بالنهايه. يعني وبيفرض مثلا هو الشخص على آلته مثلا. مثلا انا على العود بفرض شخصيتي على العود كروح كثقة بالنفس فيها. اكيد كان كل شخص له روح فيه توصل فيها مع الآلة. يعني هلا مثل ما شفت، لأن احنا عم نحكي مشان بقى نسمع، يعني هلا عم ناخذ هيك الافكار البسيطه من عند حضراتكم، ولكن الابداع رح هيك يكون تركيز اكبر عليه. يعني هلا عم نشوف انه في دمج جماعي، سواء كان بالعود ولا الكمان رهف. يعني اي حدا بحس حاله انه فعلا اذا كان قبل بيعطي بيتميز، ولا اذا كان واحد سنجل مثلا؟
ما دخلها هي ما دخل. لا لا نهائيا. بس الابداع بيتميز وانا كان بالاثنين ولا واحد لك. وانت شو بتفضل علي؟ والله انا بفضل اثنين صراحه. ليش؟ انه هاي بيكون عندك مثلا نظره الى هون نظره الى يعني هون نروح وهون نروح. بس اي جماليه بتعطي جماليه اكثر بتحسها سنجل ما يعني واحد بفرغ طاقاته لك. وهي الفكره اللي انا عم دور عليها يعني واحد وقت اللي بيكون لحاله بيعطي ابداعه وتميزه لحال. صحيح الكبل بيكون موجود وحلو ولكن اذا بدك تتميز الحضور بيكون واحد لحاله. شو حاب سمعنا علي؟ بسمعكم كل ذاك اللي محمد عبد البهاء. في اتقان في ابداع يعطيك العافيه علي وانا كثير مبسوطه فيك ان شاء الله هيك بشوفك باعلى المراتب يا علي يعني فعلا هيك شباب حلوه فتيه مثلكم عندهم ابداع بمواهبكم يعني لابد انه ما نضوي عليها. رهف السؤال اللي سالته اياه لعلي انه بيحب العزف الجماعي ولا العزف المنفرد، انت وين بتلاقي حالك؟ هلا بصراحة الكمانجة خصوصا بحس انه هي احلى وقت برافقة بيانو او جيتار او تعطي هيك تعطي روح احلى انه هي انه العزف عليها بيكون مستمر فبتحسي بدها روح أكثر. يعني في آلات لازم يكون فعلا في دمج بيناتهم اكيد وفي آلات بتكون هي سيدة الموقف مثل العود صحيح يعني هي بتفرق لازم نحطها بحسباننا ايه علي؟ واكيد العازف هو بيشوف شخصيته على الآلة اكيد يعني صحيح هيك روحه بتقول بتحسها انه فعلا عم يعني روح علي بهيدي الآلة.
لأي درجة فينا نقول فعلا الموسيقى غذاء الروح؟ لأعلى درجة بدك ياها، لأنه ما بظن في شيء بيحل محل الموسيقى. يعني وقت انت بتحسي بالشيء، يعني وقت بتعزفي او بتسمعي موسيقى او بتأدي او بتغني، ما في شيء تاني بيخليك تحسي بنفس الاحساس ابدا. يعني انا بعرف حدا انه الوجبات السريعة هي مقتطفات موسيقية، سواء كان غناء ولا عزف. يعني اذا هو جوعان، يعني في بمرق حاله بيقول لي ما بروح، بنسى اروح اكل، انه هو عنده ضغط شغل بيكون كتير، بيقول بيروح يعزف على العود او يغني. يعني هيدي الحاله، يعني الى اي حد إن موجوده عندك علي او رهف؟ هي اكيد موجوده عند الكل، خاصه مجال الفنيين كعازف او كمغني. انه الموسيقى هي مثل ما تفضلت حضرتك، هي غذاء الروح بكل ما تعنيها هذه الكلمه. مثلا مهما كان طبعك اليوم، من اذا كان مثلا عصبي او حزينه، ممكن انت لدرجه غير طبيعي انه تغير لك مزاجك، وهي فينا يعني هالعاده يعني كتير. حلو، وهي الفكره بدي اقولها او سؤال، يعني عم بستنط، يعني انا عم باخذ اسئله منا خلال حكيكم، انه لاي درجه رهف انها فيها تفصل بين عالم الخارجي وعالم الموسيقي؟ مثلا عندها حفله رهف لازم تفصل، تكب كل شيء برا وتعطي كل ما عندها، يعني تكون روح رهف موجوده بالكمانجه. طبعا هو اساسا وقت بيكون في شيء بدي اقدمه، يعني خلص بنعزل. انه يعني هلا بيقولوا لك بالنهايه نحن بشر، عندنا احاسيس وعندنا مشاعر، يعني ما فيك يعني تكبي كل شيء ورا. مثلا احتمال مثلا يكون واحد عنده اي شيء مهم، مثلا حفله او اجتماع مع اي حدا، ولكن بموضوع بنطاق الموسيقى، وصابه ظرف ما، ولكن هو مجبر انه يكون. الى اي حد لازم يكون الشخص فعلا بكل حواسه موجود ضمن هيدا؟ هو انت وقت بدك تعزفي وتأدي موسيقى خلص تنسي معك، مضطره انه تفوتي حالك موجوده هيدي الحاله عندك يا رهف؟ طبعا تكبي كل شيء ورا. انا وقت بلش اعزف ما بقى بفكر بشيء ثاني. هلا بدي ازعج انا رهف لشوف اذا بدها تعطي بنفس يلا حبيبي خلينا نسمع شيء. يعطيك العافية، هيك بتحطي الواحد بحالة تانية. يعني فعلا إذا واحد معصب بيكب كل شيء وراه، لأنه وقت اللي بنسمع هيدي الموسيقى العزبة، هيدي الموسيقى فعلا فينا نقول هي الغذاء. علي، الغيرة وقت اللي بتشوف حدا متميز بالعزف على العود، قدين احنا فينا نقول انه فعلا بيحفز هذا الشيء لنا غيرة إيجابية؟ هيدي الغيرة الإيجابية، أنا بدي أتعب على حالي يكون أنا متميز أكثر من هذا الشخص. هلا الغيرة أكيد عند حيالله أخشي، نحن بشر فينا نقول يعني في غيرة، في غير إجباري. صحيح، وقت بنشوف في حدا أفضل مننا، هون نحن في هيك في شعور إنه بيخليكي مثلا تسابري تتحرقي حالك. لا لك، أنا بدي أكون أشطر منك، تشتغلي حالك مشان أنت توصلي لهالمرحلة وفوق وزيادة. حلو، في غيرة أكيد، وبتمنى مثلا أنا حاط ببالي اوصل لمرحله معينه ان شاء الله بنوصل لها يا رب. حلو، كيف انت بتلعبي بدور الغيره رهف؟ كيف مثلا انه مثل ما حكى علي انه فعلا في غيره، ولكن هيدي الغيره لازم نحن نتعب على حالنا لنكون افضل من الشخص اللي ولد عندنا هيدي الغيره. طبعا يعني عند رهف كيف بتتغلب على هيدا الشيء ولكن بغيره ايجابيه؟
طبعا وقت بتشوفي حدا هو متفوق عليكي بمراحل بتحطي ببالك تتدربي تتدربي حتى توصلي للشي اللي هو واصله وتسبقي. هي بكل هي حلو، يعني جوابه كلمتين التدريب. علي، التدريب قد ايه مهم بحياة اي حدا عنده موهبة؟ هلا التدريب تفرق بقى من عازف لعازف. مثلا في عازف مثلا بتاخذ نوع مثلا حيالة مقطوعة موسيقى، بتاخذ مثلا هي بتاخذ كتدريب مثلا من ساعتين الى ثلاثة في عالم خلال خبرة، او هي بتطلع مثلا اقل وقت ممكن. لذلك التدريب بياخذ مجال معين عند كل فرد معين، لذلك التدريب شيء مهم كثير كثير على الفرد. الى اي حد التدريب موجود بحياتك؟ يعني اذا بدنا نحن نقول بساعاتها باليوم قد ايه بتكون؟ هلا في مثل عنا بسوريا هو الصعب كل شيء صعب هو اسهل بالنسبه لك. كد ما تدربتي مثلا اول ما بداياتنا مثلا كان ياخذ معنا التدريب مثلا مثل ما قلت لك 4 ساعات، هناك مثلا خلال فتره معينه من السنوات المتتاليه ولا بعد التدريب ولا التدريب صار مثلا حيلا ساعه ساعه ونص ساعتين. حلو، يعني بنذلل كل الصعوبات الموجوده بالاله بالتدريب. طبعا صحيح طبعا. ورهف يمكن الى حد ما عم تتدربي انت بساعات، قد ايه عدد الساعات اللي بتتدربيها؟ وانت يعني الفرق بين الساعات اللي بلشتي فيها من وانت بلشتي بالعزف على الكمانجا وهلا شو فرق؟ هلا ما يعني دائما باي مرحله بتوصلي بدك نفس ساعه تدريب حتى تتقدمي نفس التقدم اللي تقدمتيه قبل. ايه فبتذكر يعني بلشتي ب5 ساعات ولساتك ب5 ساعات؟ انه ما بلشت ب5 ساعات فرن، لا كان اقل. فدائما يعني ما كان عندي المعرفه الكافيه انه او القدره انه ضل 5 ساعات قاعده على الاله. بعدين انبلى صاروا يكتروا شوي. بعدين بعد البكالوريا ما كثير كملت وهيك. ليش ما كملتي بعد البكالوريا؟ لانه فرعي دوامه كثير صعب. شو عم تدرسي؟ هندسه عماره. حلو، شايفين كيف هيك المتميزين عندنا ببرنامجنا كل المثقفين يعني وعم يدمجوا بين موهبتهم وبين دراستهم. انه انا بثني عليكم وعلى ابداعكم وعلى تمييزكم وعلى حضوركم الجميل، سواء كان هيك ابتسامتكم الحلوه بغمازاتكم الجميله، وانا كثير مبسوطه فيكم. علي مبسوطين بحضور معنا. خلي لي اياك يا علي. شو حابب تسمعنا؟ بنسمع يلا خلي هالانامل الحلوه والجميله يا علي. شو عم تدرس علي؟ هندسه زراعه. حلو، مثقفين يعني حلو. الكل مثقف، ليش اخترت الزراعه؟ هي كانت مفاضله؟ هلا والله الحمد لله. حب الزراعه. الزراعه هندسه الزراعه إلى قصه بالنسبه لي. حلو. الماما كان هي حلمة انه تفوت هذا الفرع. وانت حققتها. وانا حببت حق لها. حلو. كلمة النافذة الواحدة شو بتقدم لك ضمن هيدي الكلية؟ النافذة الواحدة هي مثل مثلا مكتب مثل إداري أكثر ما أنه مو إلكم شغل أنتم بهذا الموضوع؟ لا مخابر كذا هيك؟ مخابر هيك شغلات. يعني أي سنة أنت؟ ثالثة. حلو، ما عندك هلا مشاريع؟
لا اسمي للرابعة ان شاء خبرة الله. أسماك، وراثة جزيئية. السنة الجاية اختصاص ان شاء الله يا رب. حلو، بتمنى لك التوفيق يا علي، ونورتنا، وهيك الله ان شاء الله يسلمك يا هيك رب. شوفك أهم مهندس بسوريا، لأنه نحن بدنا نستفاد من خبراتكم أكيد، من خلال طاقاتكم، من خلال دراستكم سوريا رح ترجع تنهض بهيدي القامات الجميلة والحلوة اللي نحن دائما نعتز فيها. رهف، يعني المرأة بشكل عام حضورها بكلمتها، حضورها بقلبها، بإحساسها، بمشاعرها. يعني رهف إلى أي حد بتحس حالها أنه فعلا ممتلكي هيدي الصفات من خلال عزفها على الكمانجة، أنه فعلا أنت وجدتي حضورك يكون موجود، وخاصة في مثلا مسابقات أنت او مو مسابقات، فينا نقول في حفلات انتو تكون موجودين؟ لا طبعا، تقريبا 3/4 الحفلات اللي كانت تابعة للمركز الثقافي، او حتى كمان طلعنا برا اللاذقية مع الشبيبة، وفي مسابقات، المسابقة الوطنية للمواهب كنت المركز الاول بالكمان الغربي هالمحافظة. حلو، وهيك يعني. بتحبي انت العزف على هيدي؟ هلا هي غربيه بس انت بتحبي تعزف عليها الشيء الغربي ولا الشرقي؟ لا الغربي. الغربي تحسي هيك قريب لقلبك، وهذا الحضور الانثوي اللي عم نقول فيه، نحن نختار الشيء اللي برزلنا وجودنا وحضورنا وقلقنا. انا بدي اختم معكم اكيد معزوفه، عندك في شيء مشترك بيناتكم؟ تمام. انا كثير بتشكركم، كثير انبسطت فيكم، ودائما مندخل بيتنا يعني بدنا نرحب فيه، ودائما نادينا نادي التميز، نادي الابداع بمختلف الالات، بمختلف المجالات، سواء كان عزف، غناء، رسم. واكيد مشاهدينا اي حدا عنده موهبه وحابب بانه فعلا هيدي الموهبه يتسلط الضوء عليها، بامكانكم التواصل معنا من خلال برنامجنا نادي اوغريت. وهيك مشاهدينا حلقتنا لها اليوم ان شاء الله يا رب تكون نالت اعجابكم من خلال هيدي الالات والانامل الجميله من عند علي ورهف. طرونا بحلقه جديده من برنامجكم نادي اوغريت، الى اللقاء. Thank you.